بسم الله الرحمن الرحيم. شوف شلون معارف. إلهي لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياك. من نحن؟ أين التراب؟ وأين رب الأرباب؟ أنا العبد الحقير الفقير الملوث بالذنوب، أذكر ذلك المولى الجليل. أنا أقول بكلمتي يا الله، وما هي قيمتي حتى أجري لفظ الله بكلمتي؟ لولا الواجب من قبول أمرك لنزهتك من ذكري إياه. إياك على أن ذكرك ذكري لك بقدري لا بقدرك، وما عسى أن يبلغ مقداري حتى أجعل محلا لتقديسك، ولكنه اللطف. الله تعالى معدن اللطف والرحمة، حيث أذن لنا أن نذكره. ومن أعظم النعم علينا جريان ذكرك على ألسنتنا، وإذنك لنا بدعائك وتنزيهك وتسبيحك. الله أذن لنا في الذكر، هذا من أعظم نعم الله علينا. عندما تقول يا الله، الله تفضل عليك حيث أذن لك أن تقول يا الله. أهل جهنم أعاذنا الله منها، ما إلهم حق أن يذكروا الله في جهنم، ما يتمكن، ممنوع. في دعائكم لئن تركتني ناطقا، فكرت في هذه الجملة، لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين. ما إلهم حق، ما يتمكن. نحن نملك أعظم قوة وأعظم سند، وهو الله. إحنا شنو قيمتنا؟ ما هي قدرتنا على مواجهة مشاكل الداخل ومشاكل الخارج، المشاكل اللي تنبع من ذواتنا والمشاكل التي تنبع؟ رجل محطم، ولكن عندما تذكر الله تقول يا الله، هذه القطرة تتصل بذلك البحر، هذا المحدود يتصل بذلك المطلق ويكتسب منه القوة. حقيقة احنا اذا ما كان عندنا الذكر وما كان عندنا التوجه الى الله لضعنا في الحياة.